هذه أخت مطلقة تسكن المغرب تقول: حلمت أن صديقتي اسمها نوال زارتني وأعطتني سبحة هدية. طيب، الصديقة إذا رأت صديقتها في المنام وفي الواقع بينهن مثلا عمل صالح أو نحو ذلك، في الغالب ما يفسر بالعمل الصالح. قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اسم نوال مأخوذ من الأشياء التي ينالها الإنسان، سواء مالية أو ذرية أو نحو ذلك. أما السبحة في المنام وهي هدية، المسباح أو السبحة في المنام يفسر دائما بالذرية، ويفسر للمرأة المطلقة بالزواج والذرية. قال سبحانه